افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح مركز تنمية المجتمع المنقف، وبذلك يرتفع عدد مراكز التنمية المجتمع في دولة الكويت إلى 22 مركزا موزعا على مناطق الكويت كافة، والتي تقدم خدمات التنمية والتوعية والتثقيف، فضلا عن إقامة الورش التدريبية للنساء. كما تم أيضا افتتاح مركز إدارة الرعاية الأسرية، وهو القطاع الذي يحمل على عاتقه مسؤولية رعاية الأسرة والأفراد، وبذلك يكون عدد مراكز إدارة الرعاية الأسرية في دولة الكويت 28 مركزا. 21 مركز لتنمية المجتمع داخل الكويت، وبافتتاح اليوم لمركز تنمية المجتمع المنقف يصبح الإجمالي 22 مركزا يقدم أفضل الخدمات للمواطنين. ميز هذا المركز أن حدد للمرأة ولمشغولات المرأة ولتعليمها وتدريبها على عدة مشغولات كما شاهدنا. مركز تنمية المجتمع هو يعتبر الأول من نوعه، لأنه مركز تدريبي رح يتم فيه عقد ورش، سواء كانت تدريبية أو توجيهية حرفية منها للمرتادين المركز وأبناء المنطقة. كما تم أيضا افتتاح وحدة الرعاية الأسرية التي تقدم خدمات لفئة المجتمع المختلفة بطريقة إلكترونية لتوفير الوقت والجهد على المراجعين واختصارا للدورة المستندية. تستقبل هذه الوحدة ما يقارب 2250 ملف لتقديم المساعدات لجميع الشرائح المختلفة، ومطبق فيها طبعا النظام الآلي والأرشفة الإلكترونية التي طبقت على جميع الوحدات. 250 ملف لمتلقين المساعدات أيضا تم افتتاحها، والطاقة طبعا الاستيعابية لها من موظفين حوالي يعني فوق 50 موظف موجودين. هذه الافتتاحات هي إنجاز يحسب لوزارة الشؤون التي لا تألو جهدا في خدمة الوطن والمواطن. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.